مساء الخير احبائي واعزائي. اول الكلام فعلا بشكركم جدا جدا على محبتكم وعلى وجودكم معايا في القناة. نشكر ربنا 100 مشترك اليوم، 100 مشترك اليوم، وده يعني شيء يدل على حبكم للقناة وتقديركم وتعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم اللي كانت اروع ما فيها. كل ما علي ان انا بحاول دايما ابحث على ان انا اديكم دايما الحاجة اللي بتفيد. الحقيقة انا بعلن ان انا بحاول ان انا اتكلم باللغة العربية عشان انا بعشقها، ولكن بيحصل مني بعض الاخطاء، ولكن دعوني شوية كده وشوية كده. الكنيسة القبطية وقادتها أطهر من السياسة. ما معنى هذا الكلام؟ الأخ الشريف منصور، ولا أنا تأكد فيه حاجة، كنت عايز أتأكد إن هذا الشخص يعني بيقول إن هو وطني. أنا لا أعرف إن كان مسيحي أو مسلم، أو ربما يكون مسيحي، ولكن الذي تأكدت منه تماما أنه خارج مصر. بيقول إيه بقى؟ شريف منصور بيقول كتب أحد الإخوة خطاب للمجمع المقدس يسألهم، واحد يسأل: أنتوا عملتوا إيه لحماية الكنيسة القبطية في السودان؟ لم ولن تكون الكنيسة إلا جسد السيد المسيح. المعلم قال لنا: اعط ما لقيصر لقيصر وما لله فلله. وقال أيضا: فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف إيه؟ يهلكون. وإن بحثتم في جوجل عن من عاش بالسيف يموت به أيضا، ستتعجبون من هذه الوصية. المهم ما علينا. آلين قالوا لينا أيامكم صعبة. ليه؟ لأنهم ما شافوش اللي كانوا بيمروا بيه الآن، وكل الأجيال بتقول نفس الشيء. ده بيعني ان هناك انهيار الإنسانية مازال مستمرا. في الماضي كان بسرعة السلحفاة، اما الان بسرعة صواريخ سوبر سونيك. احبائي واخوتي، قداسة البابا تودروس الثاني والمجمع المقدس لا يجتمع لبحث امور سياسية، انما عندما يجتمعوا لكي يكونوا في محل المكانة التي منحها لهم رأس الكنيسة السيد المسيح له المجد. يقصد ايه؟ لرعاية شعب المسيح. إلهنا إله قوي بقوة، قال لنا: عندما تكونوا ضعفاء أعمل من خلالكم. كورنثوس 2:12-9: فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكفي. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. هل تعرفوا أن الضعف قوة؟ هل تتخيلوا أن الضعيف الأمين لا يوجد من يرعاه أو يحميه؟ أرجو أن لا يفهم الإكليروس أنني ألغيهم، أو يظن العلمانيين أنني أدافع عن الإكليروس، وإنما ما أرجوه أن يعرف الشعب المسيحي أن الإكليروس ليس قادة سياسيين، فلا تطلبوا منهم هذا الدور. وللأسف نحن تحت الاحتلال، وقد هذا القول يغضب الإكليروس، بل من قرون كانت وسيلة الغزاة هي استخدام رجال الدين للتحكم في الشعب، لأن شعبنا المسيحي القبطي شعب محب وشعب محب لكنيسته، ويبجل الإكليروس وللحق لكي يفهم غير الأقباط. الأقباط المسيحيين لا يعبدون البابا أو الأساقفة أو الكهنة، إنما الإكليروس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية المسيحية يقدموا حياتهم لخدمة شعب السيد المسيح ولخدمة المسيح ذاته. فلذلك يجب على الشعب القبطي
أن ينضجوا سياسيا، أن يتحمل المسؤولية كاملة، ولا يطلب أو يدع قداسة البابا تودروس الثاني أو الإقليروس أي إخفاقات سياسية أو اجتماعية لأسباب كلنا نعرفها. قصة حقيقية يدعي قولها الأخ شريف، يقول أنه في عام 1982 كنت أعمل مديرا لمبيعات إحدى الشركات في القاهرة، وقرر رئيس مجلس الإدارة أن ينشئ نادي للموظفين، وكان عدد الموظفين به عدد لا بأس به من المسيحيين، وجاءت نتيجة الانتخابات إن لم يكن هناك مسيحي واحد في مجلس إدارة النادي. في الطريق من المكتب لتوصيل عدد من الموظفين، تساءلت لماذا لم يشارك الموظفين المسيحيين في الانتخابات كأحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي نفس الليلة تلقيت مكالمة من مباحث أمن الدولة يطلب مني الحضور الساعة 2 صباحا لمقر مباحث أمن الدولة في لازوغلي لشرب فنجان قهوة، واستعجبت من هذا الطلب. قهوة الساعة 2 صباحا، وما هو الاستعجال الذي يجعل من هذا الجهاز أن يستدعيني بمثل هذه الساعة؟ وعندما ذهبت قال لي: هل أنت تحس على الفتنة الطائفية؟ يقول شريف منصور: تعجبت من هذا السؤال الغبي، وقلت له: هل طلبي أن الأقباط المسيحيين يشاركوا بالحياة الاجتماعية يعتبر تحريض عن الفتنة؟ ويقول أيضا الأخ شريف منصور: اعتقادي العكس، إن قلت لهم لا تشاركوا في تلك اللحظة، هنا المفاجأة، طل رئيس الجهاز لأمن الدولة من الباب وقال: أنا سمعت صوتك وقلت ده شريف منصور أكيد، في إيه؟ إيه الموضوع؟ فقال له الضابط طارق اللي قاله لي، فقال له رئيس الجهاز: أنت بتهزر، شريف منصور أكثر وطنية مننا كلنا، هل أنت معروف لهذه الدرجة أن رئيس جهاز المخابرات وأمن الدولة يعرفك؟ وقال شريف: تعال معي مكتبي نفطر مع بعض. بعد هذا لم أتخيل أن هناك أمل في إصلاح حال هذه الدولة، وقررت أن أرحل عن مصر مع ألف سلامة. اليوم بعد كل هذه الأعوام قلبي ما زال في مصر، وروحي في مصر، وكل أملي أن تكون مصر وطني في أفضل حال. أرجو من كل المصريين المحبين لمصر أن يتجمعوا لخدمة مصر الوطن الأم والحياة الأمل. شكرا لك، وشكرا لكل المشترك القناة وكل المحبين، وأنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة.